دكتور أسامة التركي الحسيني، أنا كاتب ومحلل اقتصادي وسياسي، وأيضا أرأس مجموعة استثمارية لديها مجموعة من الشركات العاملة في قطاعات مختلفة، منها تنظيم المعابر والمؤتمرات الدولية، وقطاع المواد الغذائية، وأيضا قطاع المشتقات النفطية. طبعا أنا مقيم في المملكة المغربية منذ سنوات طويلة، وهذه بلدنا الغالية على قلوبنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيد جلالة الملك محمد السادس وأن يشفيه ويمتعه بالصحة والعافية، وأيضا الشعب المغربي كاملة قاطبة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذا الوباء، وتسلم إن شاء الله المملكة المغربية الغالية على قلوبنا بالصحة والسعادة والهناء والازدهار الاقتصادي إن شاء الله. حقيقة القطاعات البنكية أن تساهم وتساعد القطاع الاقتصادي بتقديم كل الدعم والتسهيلات له حتى يخرج منها من عنق الزجاجة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تعدي هذه الجانحة وتعود إن شاء الله الوضع كما كان وأحسن. والمغرب حقيقة يعني موقع استراتيجي لقطاعات كثيرة مهم جدا، وتوقيف هذا الوقف أكيد يعني سبب كثير من الـ من الـ من الـ من الـ التدهور الاقتصادي في قطاعات معظمها. إلى عجبك الفيديو خلينا إعجاب وتعليق، دير أبوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.